الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وانتم بخير. أتكلم معاكم من الزفير 1955، الزفير صناعة إنجليزية. الزفير هذه ماكو مثلها بالكويت كلش. ونبتدي. الرجل الجالس أمامي يحمل على كتفيه تاريخ الكويت. الرجل جالس أمامي مؤرخ الكويت سيف مرزوق الشملان. الله بالخير عم سيف. الله بالخير عم سيف، أهلا وسهلا فيك في متحفي هذا. بداية، من أشهر برامج تلفزيون الكويت صفحات من تاريخ الكويت اللي كنت انت تعده وتقدمه، وينه؟ الحمد لله تعالى، وبرنامج صفحة الكويت التلفزيوني أنا أعتز به كل الاعتزاز، وهالبرنامج هذا عرفني على الناس، وهذا خدمة تاريخية للكويت، لقاءات مع كبار السن والمطلعين عن تاريخ الكويت وأحداثه، يعني ما مختلف أبناء الشعب، من بحار، من نوخذة، من تاجر، من سياسي، من أديب، يعني جميع نواحي الحياة في الكويت، التراثية والتاريخية والأدبية والاجتماعية وغيرها. وأقول التاريخ أن صاحب فكرة البرنامج هذا والذي شجعني هو الشيخ جابر العلي سالم الصباح، عندما كان وزيرا للإرشاد الأمة ذاك وقت، الآن الإعلام، في آخر مارس صار وزير للإعلام، فحثني على عمل مقابلات مع كبار السن، وكنت صراحة وحقيقة أتهرب مدة طويلة، أتهرب منه، يعني أخشى أن أقف أمام التلفزيون،
ما أستطيع، يعني رهبة والأضواء وكذا. فاللي سجل قبلي الأخ رضا الفيلي شريك معي بالبرنامج، سجل قبلي يمكن في آخر مارس في أول أبريل، سجل مقابلة مقابلة ثاني مقابلة، يمكن 7 مقابلات قبلي. أنا أول مقابلة سجلتها في شهر نوفمبر سنة 64 مع المرحوم عثمان بن إبراهيم الخراز من رجال المعروفين والمحاربين القدماء. كنت أنا أطلعت عليه اسم صور من تاريخ الكويت. أبو علي قال له خلينا نسمي صفحات أحسن، ولا فعلا اسم صفحات أحسن من صور، كل مرة تغلب صفحة. وأيضا على اسم كتاب صفحات من تاريخ الكويت للشيخ يوسف عيسى القناعي الله يرحمه، فسميناه صفحات من تاريخ الكويت. وأول مقابلة طلعت في منتصف أبريل نيسان 1966، وكانت للمرحوم عبد الوهاب بن عيسى القناعي من أشهر نواخذة السفر، وشخصية بارزة. سجل مقابلة مع الأخ رضا الفيلي، ويعني لها طلبات كثيرة المقابلة هذه. فبدأنا البرنامج وظل يعني شهر الرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع ماشي البرنامج، وكان له صلاة طيب ولله الحمد عند المشاهدين، يعني حتى في المنطقة البعيد عن الكويت يشاهدونه، يرسلون الرسائل للبرنامج. بعدين عاد البرنامج مرة ثانية سنة 67 نص دورتين، الواحد والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس إلى آخر شهر جون. عاد مرة ثالثة سنة 68 أيضا 6 شهور وتوقف، وعاد مرة ثانية سنة 75 لمدة 6 شهور وتوقف البرنامج، وعاد مرة ثالثة والأخيرة 3 سنوات 86 و87 و88. فالبرنامج ما قلت يعني صاحب الفكرة هو الشيخ جابر علي، هو اللي حثني. أيضا بعد الوزراء اللي جاءوا بعد يعني أيضا كانوا يشجعون البرنامج، مثل الشيخ ناصر محمد الأحمد كان يشجع البرنامج ويحثني عليه، وكذلك الشيخ جابر حمد المبارك، جابر مبارك الحمد كذلك أيضا يحثني على البرنامج في أيام الأخيرة، كان سنة 88 يعني بعد توقف البرنامج. ومالك نية عيده؟ والله إن شاء الله حاول عيده. أنا من العام الماضي سجلت 3 مقابلات جديدة، مقابلتين جديدتين، مقابلتين مع أحمد القبندي من أشهر نواخذة البحر خاصة بالقطاعة، والمقابلة الثانية سجلتها مع المرحوم حسن الحسينان. لابد أكو مقابلة من هالمقابلات في هالبرنامج الضخم الجميل، نعم، تعتز فيها أنت، يعني ممكن أنت تحب تشاهدها. صحيح. أي فيهم اللي أنت تعتز؟ والله المقابلات كلها أعتز فيها، ولها يعني منزلة عالية في نفسي وفخر لهالمقابلات هذه. لكن في مثل ما قلت أرد على جوابك، في مقابلة واحدة لها منزلة خاصة عندي، هالمقابلة هذه. يعني كيف؟ أول ما بدأ البرنامج يعني بشهر 4 وعرفوا الناس كانوا يتكلمون عنه، فأخذت أتصل بعدد من كبار السن، بعضهم على الأسف يعني ما يوافق، فرحت للمرحوم محمد ثنيان القانم من الشخصيات المعروفة وشخص معروف الله يرحمه، وزرته فسمع البرنامج، كان هو مريض ولا يشوف وايد في بيته بالشويخ، وأثنى على جهودي وقال لي خدمة طيبة وشجعني الله يرحمه. فقلت له ودي أعمل معاك مقابلة، يعني مو يعني مرتين ثلاث زرته، يلا قلت له في الأخير حتى يكون بيني وبينه ألفة، مو رأس أنا أقول له. فقال أنا يعني مستعد، لك أنا ما أقدر أروح تلفزيون عندكم ولا أبي إضاءة عين تعودك، رح نيك بالبيت. فرحنا له بالبيت وسجل مقابلة معاه بالحوش بدون إضاءة حوالي ساعة، يمكن سجلتها في شهر السادس، وبعد شهرين تغير رحمة الله الله يرحمه وأذعناها في حياته. فالمقابلة هذه يعتز فيها كل الاعتزاز. محمد، كيف كانت الحياة الاقتصادية في الكويت؟ كانت مزهرة أول؟ يعني الفقر متغلب عليهم وإنما ماشي حاله. إيه. وكان حاله ماشي أحسن، لو بغت تقارن أحسن من الآن. إيه. وكان العماد على السفر والغوص؟ اعتماد على السفر والغوص وبسبب الاثنين. قبل أنتقل شغلات وايد بالحوار، أول ما دخلنا هذا
المتحف الجميل، وريتنا مجموعة من النقود. نعم. منهم ليرة الذهب والعثماني العمي والمجيد البشري. إيه نعم. جبت لها اسم ذي. اي نعم. الليرة. ذي الليرة. الليرة العثمانية ذاك صار منتشرة في الكويت والخليج في كل مكان أيام الدولة العثمانية، لأن موجودة هذه. فهالليرة الكبيرة هذه 5 ليرات. فسوى ذاك الوقت يعني شلون القناعة مثل الآن ملايين ما لها أهمية ولا شيء، فيسمونها ريح بالك. هذه بالكويت عندنا والبلاد المجاورة يسمونها ريح بالك، اللي يملكها يرتاح باله. يعني حوالي 60 ربية الحين ملايين مليارات ما يرتاح بالهم. شوف القناعة قبل وراحة البال، حين بالعكس. فهاي ريح بالك 5 ليرات عثمانية يعني حوالي 60 ربية، الحين ماكو شيء ما تعادل شيء بالنسبة للربويات. صدقني. إيه. فهاي ريح بالك. يعني الحين حتى لو تصير عندك ما تريح بالك. لا 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 ماكو شيء ولا كيس مملوء. مو بس هذه. الآن بالشارع الناس اللي بالشارع يعني واحد يتمنى مثلا يكون عنده نسخة من مقابلة فلان أو مقابلة فلان. وهناك صعوبة إنه يروح للتلفزيون. عدل عدل حصل عليه. له. عدل. يعني ما أدري ما جاء على بالكم مثلاً يوزع يطبع يعني نعمل شيء ما طرحتوا فكرة فيه؟ لا لا أنا تقدمت لوزارة الإعلام سنة 87. المقابلات هذه تجمع أو تفرق في أشرطة فيديو. وتباع بثمن رمزي، يعني كل واحد يحصل عليها سواء طلاب الجامعة أو أصحاب البحث أو أي واحد يبي يشوف قريبة أو أي شيء، فثمن رمزي. كذلك أيضا تجمع وتكون في أجزاء على حالتها مقابلة، كل واحد مع مقابلته. إذا أنا أعلق في الأخير على الهامش ولا مات مع صورة أي واحد عملنا مقابلة معه، تكون في أجزاء فتسد فراغ في تاريخ الكويت. لجل هذه تاريخ حي ملموس ومحسوس. شوف واحد كبير بالسن يتكلم أمامك، فهذه واحد يشوفها أمامك واحد كبير بالسن يتكلم يستفيد منه. بعد النقطة رئيسية المقابلات هذه حفظت اللهجة المحلية الكويتية. اللهجة المحلية راحت اضمحلت ماكو شيء، فالمقابلات هذه حفظت اللهجة المحلية الكويتية والشكل الكويتي القديم والحركات. لكن البرنامج هذا مو شيء سهل. أنا عندي رقبة ولع بالتاريخ ولا مسؤولية كبيرة صعب. فأولا يعني أي واحد بعمل معه مقابلة أزوره في بيته، ما أقول له يومين ثلاثة تردد عليه، أخذ معلومات عن حياته عن العمل اللي قام فيه وسجل ملاحظات عندي حتى لو ينسى أنا أذكره. أدم ساعات أسبوع أزوره 7 مرات أزوره عاد أقول له. بعضهم يعني أكثرهم وافقوا وبعضهم راح اعتذروا. أيضا أول ذاك وقت أنا هذا روح التلفزيون فصعبة. أنا ما لهم شياب من بيتي أودي إلى التلفزيون هناك أبارك أن حجرة عمليات والأضواء الكثيرة القوية والكاميرات الكبيرة، فصعبة عليهم والله. وأنا والله أتعب بعد مو شيء سهل صعبة. إذا خلص من المقابلة المرحلة الثانية هي المتعبة، أنا أعمل مونتاج لها، أنا أراقب المقابلة. أتم ساعة أسبوعين أنا يتعبني البرد أيام الشتاء داخل في تكييف عمومي عندكم صح داخل صح. أقعد هناك إلى ساعة 2 لساعة 1 أراقب المقابلة مع المخرج يشيل ونطالع كذا يجيب بعض الكلمات يعني ما تذاع. يعني عند بديهتهم يتكلمون شياب شخصية أو سياسية أو أي كلام. فطبعا هذا يعني جهاز إعلامي حساس ومسؤولية كبيرة. تلفزيون الإذاعة واحد يطوف بس هذا بالتلفزيون لا صعبة صح. فمسؤولية علي وأمانة من قبل الوزارة، فأنا أراقبه وأتعب في المراقبة وفي عمل مونتاج أجمع المعلومات أجمع الصور تاريخية. أحيانا في المقابلة حط معها صور تاريخية صح. تعطي يعني أشياء المشاهد يستفيد من الصورة مع أحداث أو إحصائيات أو ما شابه ذلك. يعني هو مسؤولية كبيرة لا شك لا شك. لكن أنا ولله الحمد يعني مولع بالتاريخ وعمل جهدي لتحمل هذه المسؤولية الكبيرة. إنما لو الحمد أكرر البرنامج اللي صار طيب وفي كل مكان يسألوني عنه وعرفوني الناس واسطة البرنامج هذا واسطة الجهد والتعب، وما يصير شيء إلا جهد وتعب طبيعي. أي نعم. أول مولد بالمنطقة ما كان
في المنطقة لا الجزيرة والخليج مولد كهرباء إلا في الكويت. فاشترى شيخ مبارك من بومباي سنة 1908، فشب الكهرباء بالليل في قصر السيف القديم قصرين وبيت شيخ مبارك. فهاي أوليات، أول كهرباء في المنطقة كانت في الكويت، أول مروحة في الكويت، أيضا بعد كذلك أول سيارة في الكويت. يعني ما كان في المنطقة كلها، لا في الجزيرة ولا الخليج ولا العراق ولا كثير من العربية، سيارة إلا في الكويت سنة 1911. ماكينة الثلج، نعم مكاين الثلج، ايه؟ أيضا في زمن الشيخ مبارك، هذه أول ما صارت حوالي عام 1914. وأيضا بعد نقطة مهمة، التصفية أو تحلية المياه، نعم. أول ما كانت في الكويت في زمن الشيخ مبارك سنة 1914، تصور ذاك الوقت التحلية. إيه مشان نتكلم في أولويات أخرى من ساعة ذكرتها، لا عن السيارة. فأقول لك السيارة أول ما جاءت الكويت كان شيء قريب وعجيب، الناس يسمعون أن الحديد يمشي فشافوها أمامهم، والسيارة هذه قديمة. الحين انقطع النوع سيارات هذه، السيارة هذه اسمها نوعها منيرفة، منيرفة يسمونها عندنا الكويت مناورة. هذه بلجيكية، أول صناعة بلجيكية، حين راحت انقرضت ماكو نوع منها، فنادر يوجد منها. فأول سيارة جات منيرفة بلجيكية 1911، اشتراها الشيخ مبارك من بومباي. شلون رد فعل أهل الكويت لما شافوها؟ شيء عجيب، أقول لك لما شافوها شيء عجيب. واشتراها من بومباي بواسطة محمد سالم سديراوي، تاجر كويتي معروف عنده مكتب في بومباي، اشتراها وأرسلها في الباخرة مع سائق هندي اسمه علي بيلا، وجات الكويت. شيء عجيب وغريب، كان ويا شاب كويتي يعني يساعد على السيارة اسمه علي حسين بوخنفر، هذا أول سائق سيارة كويتي. اختربت السيارة، أرسلوها في الباخرة سنة 1912 إلى بومباي لتصليحها، وهذا راح وياها السائق الهندي وعلي حسين بوخنفر. تعلم السياق هناك وخذ إجازة رسمية، ما تصلح السيارة، باعوها. بعدين سنة 1913 الشيخ جاسم إبراهيم قدم هدية للشيخ مبارك الصباح سيارة من أحسن نوع، طراز 1913. شنو نوعها؟ منيرفة بعد، نفس لونها أحمر، تنته أربعة أبواب، حتى الأولي هذيش تنته مكشوف أربعة أبواب، بس هاي ضخمة، يسمونها بعضهم الكويتية يسمونها الريل، يعني القطار. ليش يسموها الريل؟ يعني القطار، الريل القطار يسمونه، وكان كبيرة هذه. وعطى أيضا بعد، يعني عطى سيارة وعطى عصا تاريخية كانت للسلطان عبد الحميد، اشتراها الشيخ جاسم من مزاد في باريس، أشياء مقتناة السلطان الحين باعوها في باريس سنة 1911، فاشتراها هناك. فهذه يعني سيارة ضخمة وكبيرة، ويعني شيء عجيب. أما يعني للتاريخ، يعني أقول لك في جزيرة العرب وخاصة يعني في نجد قلب جزيرة العرب، أول سيارة كانت الأمير سعود بن عبد العزيز المتعب الرشيد، والسيارة هذه مرسيدس طراز 1914 من أحسن نوع، أيضا بعد تنته أربعة أبواب. هذه هدية من الدولة العثمانية للأمير سعود بن عبد العزيز المتعب، كان مخلص لها. السيارة هذه حملت بالقطار من إسطنبول إلى دمشق، من دمشق بالقطار على سكة حديد الحجاز إلى مدائن صالح أقرب محطة، وقطعت الطريق من مدائن صالح إلى حائل، كان شيء قريب وعجيب وصول السيارة هذه. فهذه أول سيارة في جزيرة العرب حق الأمير سعود الرشيد 1914، وفي الكويت والمنطقة كلها سيارة شيخ مبارك سنة 1911. أنت وأنت تتحدث ذكرت أن باريس، إيه باريس، تحدثني عن الناس الأوائل اللي راحوا باريس، أكو من تجار من أهل الكويت راحوا باريس في سنة من السنوات، ما أدري أي سنة. صحيح صحيح، يريد تتحدثني عن هذا الموضوع. أول مسافر إلى باريس تجار اللؤلؤ في الخليج، بعد كسات سيارة اللؤلؤ اتجهوا إلى باريس، سوق رئيسي كبير باريس. وأول من سافر هو من الخليج عبد الرحمن القصيبي، والد الدكتور الشاعر قاضي القصيبي سنة 1924 سافر إلى باريس، وغيره. لكن من الكويت
أول من سافر إلى باريس سنة 1930 المرحوم علي بن حسين بن علي آل سيف بن عمي، ومعاه بصفة مترجم المرحوم عيسى الصالح القناعي. هذا أول واحد سافر إلى باريس 1930. بعدين شنو الطريقة اللي راحوا فيها؟ راحوا عن هذا في الباخرة من بومبي إلى البحر الأحمر، بعدين إلى مرسيليا، وبالقطار إلى باريس، ورجعوا أيضا في الباخرة من مرسيليا إلى بيروت إلى دمشق، بعدين من دمشق هذا بالسيارات إلى بغداد إلى البصرة إلى الكويت. هي 1930. 1931 سافر عمي المرحوم حسين بن علي آل سيف وابنه المرحوم يوسف بن حسين بن علي آل سيف، سافروا إلى باريس لبيع اللؤلؤ في الباخرة من بومبي إلى قناة السويس إلى مرسيليا بالقطار إلى باريس، ومعهم أيضا بصفة مترجم عيسى الصالح القناعي. سنة 1932 سافر عمي المرحوم محمد بن شملان بن علي آل سيف إلى باريس أيضا في الباخرة من بومبي نفس الطريق، ومعه بصفة مترجم المرحوم ساعد الصالح القناعي. أيضا في نفس السنة هذه، يعني شيء قريب، عمي حسين الله يرحمه كبير بالسن، صور سافر وحده في الباخرة، يسافر من هنا في سيارته إلى البصرة، بعدين بالقطار إلى بغداد، ومن بغداد إلى دمشق، وبعدين إلى بيروت، من بيروت في الباخرة وحده، رجل كبير بالسن لكن محترم ورجل كريم وطيب، فيحترمونه واللباس العربي، في وحده في الباخرة من بيروت إلى مرسيليا ينتظر عمي محمد ومساعد الصالح، وراحوا لباريس. ما رجعوا إلا آخر شهر 8 عبارك أن صيفوا هناك، يعني تقريبا. فرجعوا عن طريق على الباخرة لامارتين إلى بيروت، بعدين نفس الطريق إلى دمشق إلى بغداد. فهؤلاء أول مسافر إلى باريس. أما أول مسافر إلى أوروبا هو الشيخ أحمد الجابر الصباح سنة 1919، سافر إلى لندن نيابة عن عمه الشيخ أحمد سالم المبارك الصباح لتقديم التهاني لبريطانيا في انتصارها في الحرب العالمية الأولى، فسافر بالباخرة إلى بريطانيا. أول طيارة مثلا طيارة صارت الكويت، ومن سافر فيها شلون جت الكويت، أي شركة؟ أول طيارة وصلت الكويت كان ذلك في آخر الحرب العظمى، في أيام حكم الشيخ سالم المبارك الصباح سنة 1336 هجرية، يعني 1918 ميلادية. وصلت إلى الكويت طائرتان حربيتان بريطانيتان من البصرة وحاموا على الكويت. كان شيء قريب وعجيب ذاك الوقت، الكويتيين يسمعون بالطيارة أول مرة يشوفونها، طيارتين تحوم على الكويت، ناس بالسطوح بالساحة يطالعونها. بعد نزلت طيارتين بالشامية وتوقفوا ذاك الساعة، ما كان سور، ما بني السور، عند قصر نايف وناس يطالعونها. أنا أخبرني الشيخ عبد الله الجابر لما سألته قال أول مرة وصلت طيارتين حربيتين بريطانيتين إلى، وصل طائرتان حربيتان بريطانيتان من البصرة، حوالي ساعة وأكثر رجعت طائرتان إلى البصرة، أيضا حامتها على مدينة الكويت. كان شيء قريب وعجيب ذاك وقت، الكويتيين يشوفون طيارة يسمعون لكن ما شاهدوها إلى الآن. أيضا بعد هذاك ساعة بدأ وصول الطائرات إلى الكويت، أول مطار مطار الدسمة حوالي عام 1932 اللي أمام جراج مولى صالح خلفه، والمقاول اللي بنى المطار كما أخبرني هو المرحوم ساعد الصالح القناعي، وقال لي أنا بنيته، أخذت مقاولة وبنى، يعني غرفتين وشبرة وذا، وحاطين على باب على فوق سطح الدروازة مؤشر للهواء، الساعة ثابتة عجلات الطائرات أي. فتنزل هناك. إنما بعد ذلك بدأت الطائرات الركاب البريطانية تنزل في المطار هذا في طريقها من لندن إلى دلهي، تقطع الطريق حوالي 3 أيام من لندن إلى دلهي،
عدة محطات تنزل، تنزل مثلا هني بالكويت عندنا، تطير من الكويت في البحرين، من البحرين بالشارجة، من الشارجة تنزل في جوادر في باكستان، في كراشي، في بومبي، في دلهي. طائرات كبيرة، في صورة عندي هنا، عندي صورة للطائرات للركاب الكبيرة البريطانية. واللي ركبوا أول ناس ركبوا طائرة بالكويت، أول كويتي سافر بالطائرة هو الشيخ أحمد الجابر الصباح الله يرحمه، سنة 1934 سافر من الكويت إلى لندن بدعوة من الحكومة البريطانية، أيضا مراحل من محطة إلى محطة إلى محطة إلى أن وصل إلى لندن. أيضا رجع بالطائرة بعد من محطة إلى الكويت، واستقبل استقبال حافل خارج السور في المطار سنة 1935. أيضا قبل هذه أيضا بعد الشيخ أحمد الجابر وعدد من شيوخ هم أول من ركب الطيارة سنة 1930، طائرة حربية بريطانية نقلتهم من الكويت مطار الدسمة إلى حول الحفر، إن مكان خباري واضحة لزيارة الملك عبد العزيز آل سعود، كان مخيم هناك سنة 1930. وأول طيار كويتي تستغرب سنة 1934، أول طيار كويتي هو الأخ بدر الخالد البدر، الشخصية المعروفة والأديب والمثقف، سوى درس على حسابه الطيران في بريطانيا سنة 1934، طيار مدني أول واحد أول في لندن على حسابه درس، الأخ بدر الخالد البدر. تحدثني عن التعليم النظامي، كيف بدأ أول مدرسة، أول فصول، أول مدرسين؟ كان كتاتيب أهلية كثيرة، كبيرة وصغيرة، لكن أول مدرسة نظامية هي المدرسة المباركية سنة 1911، بنيت بتبرعات من التجار، واللي قام يعني العمل هذا واجتهد فيه هو المرحوم الشيخ يوسف بن عيسى القناعي، هو صاحب الفكرة، وتكلم عن الموضوع في كتابه القيم صفحات من تاريخ الكويت، شلون تأسس المدرسة المباركية والمدرسين. فهذه أول مدرسة، ومع الأسف الشديد أنها هدمت، ما كان يجب أن تهدم، يعني مو صحيح، كان تحفظ للتاريخ، على الأقل تكون مكتبة. يعني أنا أرى أن هدمها جريمة في تاريخ الكويت، كما هدمت الأسواق والبيوت الكثيرة والمساجد، مو صحيح. لازم نحافظ على الأشياء القديمة حتى الجيل الجديد يشوف شنو عش آباء وأجيال يكون يعيشون، يعيشوا البيوت الصغيرة المتواضعة، مو مثل الفلل هذه، فهي ما لها رونق الفلل هذه، لا، أهم شيء هذه القديمة، طريقة بنيانها، مواد بنيانها. بالنسبة للصحافة في الكويت، نعم، يعني بلد في هذا التقدم في ذيك السنوات، فيه كهرباء وفيه تحلية مياه وفيه خاصة زمن الشيخ مبارك عدري، هل كان فيه صحافة بمعنى الصحافة ولا لا؟ يعني الصحف كانت تكتب على الكويت خاصة زمن الشيخ مبارك، بعد ما يعني عرفت الكويت وأصبحت معروفة عالميا. وأقول التاريخ أن أول صحفي عربي زار الكويت هو عبد المسيح الأنطاكي، صحافي سوري وأديب وشاعر، وزار الكويت، وأول من التقط صور قديمة مع كاميرا، التقط عدد من الصور القديمة للكويت، وعنده مجلة أسبوعية اسمها العمران مصورة. فزار الكويت بدعوة من الشيخ مبارك الصباح حاكم الكويت، وظل مدة في الكويت، كان نازل في قصر السيف ضيف على الشيخ مبارك، وأخذ معلومات وصور الكويت ونشر هالمعلومات هذه في مجلته العمران. أيضا ألف كتاب اسمه الرياض المزهرة بين الكويت والمحمرة، في معلومات وصور. فهذا أول صحافي عربي زار الكويت. أيضا عدد من شخصيات، أيضا بعد سنة 1912 زار الكويت صحافي معروف وكاتب إسلامي، هو الشيخ رشيد رضا صاحب مجلة المنار. وبعدين بعد توالى عدد من الكتاب والصحفيين زار الكويت والزعماء، إنما أول صحافي كويتي وأديب وكاتب وشاعر هو المرحوم الشيخ عبد العزيز رشيد، أصدر مجلته الكويت، أول مجلة كويتية بل خليجية
سنة 1928 شهرية ثقافية اجتماعية أدبية. الآن خلنا نرجع مرة ثانية للبحر. نعم. قبل البحر ودي أسألك عن شغلة. اللي يدخل مكانك يحس أنك مفتون في تاريخ هذا والتراث والتاريخ. نعم. هذه هوايتك ولا عندك هوايات ثانية؟ لا أنا مولع من القديم يعني في قراءة كتب التاريخ والأدب والتراث والأشياء القديمة أجمعها وحافظ عليها. حتى لما كنت في المدرسة يعني كنت مبرز درجة أولى في 3 مواد: التاريخ واللغة العربية والدين. وهذا يعود لقراءتي. أنا أقرأ كثير كتب العربية الأصيلة، مو الآن بعض هذه الكتب السطحية روايات وغيرها، لا إلا الأصيلة. فهذا أفادتني كثير من جميع النواحي. هل هذه هوايتك الوحيدة ولا عندك هوايات ثانية؟ يقال أن عندك هواية غريبة كلش ما حد يزاولها الحين قليل. نعم. اللي هي الحبال. اي نعم نعم، أنا من الموعين بالحبال، صيد الطيور بواسطة وسائل الصيد، مو الرمي لا، وسائل الصيد الفخ والصلابة فقط. لا تزال تزاولها؟ لا والله من زمان، حتى كنت في بيتي اللي في منطقة أم قصبة، يسمونها ميناء عبد الله، يسمونها أم قصبة، كنت هناك يعني أحبل وصيد الطيور، خاصة الحمامي، واسمها في اللغة العربية الصرد، طائر معروف يربى وجميل. ليش تحب الحمامي؟ والله شكله جميل وحلو. يعني ليش مو الرماني مثلا؟ لا ما يربى، هذا يربى. اي نعم. ها كاشف هاي صورتني، لو بعدين ناخذ له صورة، بعدين في الأخير ناخذ له لقطة. من كان وياك يحب الـ 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 والله عدد من الإخوان، وخاصة اللي معاي المرحوم مشعان بن محمد البشير الرومي، الله يرحمه رحمة واسعة، كان وياه وكان حبال ممتاز، وخاصة في صنع أدوات الحبال ماهر جدا. فكان شنو هي أدوات الحبال؟ يعني الفخ والصلابة. أنا كنت مولع كل الولع، شيء غريب وعجيب ولعي بصيد الطيور. أذكر أول ما شريت سيارة الزفير، هي موجودة عندي، بعدين راوك إياها، سنة 1955، طلعت 1955، حوالي 9000 ربوية، جبتها خصيصا تنتة مكشوفة حتى حق البر، 6 سلندر نوع خاص، بعد طلب خاص. بعد لما وصلت واستلمتها بعد كم شهر أو أكثر، رحت فيها الحبال بالظهر، لقيت حمامي اللي صار هوا ما يظل يطير مكان لمكان، وأنا ألحقه حديدة أضربت خزان مال الدهن ويصب الدهن، أنا والله ما أدري. وبعدين شو العلامة الشب حمراء وانكسرت الماكينة ولا صرت الحمامي. كان عينك على الحمامي. إيه أقول لك هل شوف يعني كنت مولع ولا عليك هاد يوصف يعني بالحبال وتربية الحمامي. Yeah.
أستاذ سيف، لو تحدثنا عن موضوع الغوص. نعم. تحدثني عنه، كونك عاصرته. الغوص كان هو العمل السائد في منطقة الخليج العربي، وعليه قامت البلدان والثروات، يعني كان خير عميم وكان عمل للجميع، يعني ما في قيود ولا حدود، يعني القواصون في الكويت يروحون إلى عمان، واللي في عمان إلى الكويت، ما في حدود ولا قيود ولا شيء بالمرة أبدا، مفتوح الموانئ والمقاصات، والمقاص يسمى هير، جمع هيرات، مقاصات قريبة، مقاصات بعيدة، ومقاصات عميقة، يعني حوالي 22 متر عمق المقاص. صور يعني القيس يغوص عادي، ما في الأكسجين ولا أي معدة سلامة ولا شيء بالمرة أبدا، حجر، ماكو شيء حديث، لا لا ما عنده شيء حديث بالمرة أبدا، يعتمد على نفسه، يعني يلبس هذا سروال قصير يسمونه شمشول مثل السوجري، لونه أسود حتى ما يأثر مع سمك القرش، وخالي ما عليه شيء، إنما في رجله رصاصة تنزل إلى تحت فينزل إلى الأعماق، السيف لنزل رفع الرصاصة هذه، هذا الحجر عاد هو يجمع. زين، اولا خطر الوحوش الضاريه في البحر، خاصه سمك القرش وسمك اللخمه وغيرها، بعدين مقاصات عميقه، قلت لك 20 متر 22 متر اكثر اقل، ثالثا البحر دلخ مو صافي، فهو اللي يحوش وما على عينه شيء، عاديه بالمره ابدا، ماكو شيء، ومعرض للخطر في كل لحظه، ومدة قصيرة يجمع هذا، يعني المحار إذا سحب هذا الحبل مال السلامة اسحبه القيس وطلع مدة معينة، مثلا 15 مرة يقوس بعدين يرتاح، وهكذا يعني من طلوع الشمس إلى غروبها 16 ساعة عمل متواصل، أشقى عمل وأتعب عمل، عمل غوص على اللؤلؤ. يعني تصور في عز الحر أحيانا في شهر 8 القيس شبوله ضوي تدفى بالقايلة من البرد، ويحطون له باربار قطعة من الخياش تمنع عن الهواء لا يستبرد، ليدفى رد مرة ثانية، وأيضا ما يأكل لسبع فردات وثمان فردات طول اليوم بالغيص حتى ما يمتلئ بطنه، ما يقدر يقوس، وعندهم الوجبة الرئيسية العشاء، هذا يعني يطبخون وايد، يأكلون يقولون بحر الأكل زيادة، لكن السيوب يأكلون السيب اللي يجر الغيص واللي يقوس الغيص، بس اعتمادهم الكلي على التمر، عبارة يعني موجود طول النهار عندهم يأكلون، الغيص ما يأكل ومعرض للخطر والمتاعب، لكن يرتاح ويقوس مرة ثانية. وعماق البحر أيضا في بعض المقاصات يسمونه العاف، العاف هذا يصير بين طبقة الماء بالوسط، ماء بارد جدا جدا، فتصور تعبان وبطنه خالي ولا على لباس غير هالشمشول الصغير، يضرب العاف هذا يتعب من البرد، يعني بعضهم يشهق من شدة البرد ورايح جاي يغوص، فهالصعوبة يعني إلى المغرب صح يتعشوا، صاروا العشاء ناموا، سمع شخير لهم التعب والألم، طيب شنو فراشهم؟ يعني استغرب، يودري، احنا راو كتاب الآن عندي يودري واحد، قطعة من الحبال خشنة عليها شادر أو وزار، وتحت المحار والرطوبة واحد يم الثاني، يعني عرضه حول شبرين بس، فراشة يودري من الحبال الخشن، فينام على هذا، نوم واحد بعضهم ينام بالليل، سمع أنينهم يونون من التعب والأذية. القاصة عندهم علاج مثلا حتى ما يصير قروح في جسمه، لا صار بالليل يدهن في يفت هذا مسحوق مال قشور رمان، هذا يجفف ويعطي طراوة حق الجسم، ما يصير قروح من الماء البحر دائما، يعني أكثر نهار كله في البحر
إلى المغرب. فهي حالتهم صعبة جدا، مو شيء عمل شاق ومرهق وفي خطورة، لكن هو العمل السائد والمجال مفتوح، وجمعت الثروات يعني من هذا من القوس على والحكومات يعني اعتمادها على القوس على اللؤلؤ، خاصة أيام ازدهاره يعني مثلا سنة 1912 كان مزدهر جدا. حتى في الكويت يسمون عندنا السنة هذه سنة الطفحة، أي مجاوزة الحد، وصل النهاية، يعني نادر واحد يلاقي له بحر، والبحر مو من الكويت، يأتون من الجزيرة من سواحل فارس من العراق من كل مكان يجون، تمتلئ الكويت من البحارة. لا والعجب يعني أن بعض أبناء البادية ما يعرف يقوس ويصير قيس، من أبدع ما كان، يعني عنده أقدام وجرأة، ولا مو شيء سهل واحد ما يعرف يسبح، قيس ماهر ما أحسن ما كان. فأقول لك يعني ويظلون في البحر مدة طويلة، لا مدة القوس 4 شهور 10 أيام، هاي مدة القوس يعني إلى ما يسوى الليل والنهار. فأحيانا يعني هذا يدفون يروحون دارين، هاي مينة في الحسايم القطيف، يرتاحون يومين ثلاثة أربعة، يروحون يسبحون في عيون الماء الجارية يرتاحون، أو يروحون البحرين، أو يروحون السواحل مثل المشعاب وغيره يرتاحون يومين ثلاثة، إنه خذ يشتري ذبيحة يأكلونها. لكن اعتمادهم الكلي على السمك، سمك طري يصيدونه بالقرقور. فوقف يعني عمل يعني شاق مرهق متعب ماكو مثله، 16 ساعة متواصلة من طلوع الشمس حتى غروبها. خلينا ننتقل الحين، كنا تكلمنا عن البحر، تكلمنا عن البرد والحرب والخطر والخطر، خلينا نتحدث عن الجو. يعني مثل ملاحظ الجو السنة هذه، السنة هذه بالذات عدل، يا ليت ترجع شوية في ذاكرتك وتحدثنا عن السنة هذا. الجو غريب، أنا ما شفت ولا سمعت كبار السن في الجو هذا، لا يعني الأمطار يصير قحط، يصير ماكو أمطار، لكن هذا الشكل هالنمون يعني ما في برد بالمرة أبدا، خاصة أمس اليوم في صار شمال قليل، يعني أول مرة أنا أشوف هذا الشكل، أول مرة أسمع، ولا القحط يصير. والكويت دائما على الشمال، إذا استمر الشمال يصير برد. شو أنا عندي هنا مسجل يوم 12 أكتوبر سنة 48، يعني ليلة عيد الأضحى المبارك، نايمين بالسطح شيء عادي، آخر الليل ضرب هواء الشمال من سيبيريا بارد، صور يعني بالليل بالسطح، آخر الليل داخل الدار، بكرة العيد لباس شتوي دفعة واحدة برد، 12 أكتوبر سنة 48. والأمطار حين تكون قزيرة دفعة واحدة، مثل عندنا سمعنا مطر هدامة في أول ليلة من شهر رمضان المبارك سنة 53 هجرية، يعني يوم 8 ديسمبر 1934 في شهر رمضان المبارك أول ليلة بعد السحور نزل مطر قزير جدا جدا، هدم الكثير من البيوت، فيسمون هذه سنة هدامة، ودائما يرخون فيها. وكثير يسألوني يعني المولودين كذا أو صار حدث أي سنة سنة هدامة، فأقول لهم سنة 1934 في 8 ديسمبر هاي هدامة الأولى. أكو هدامة ثانية كل حقته على سنة 54، هذه أيضا مطر غزير جدا في آخر شهر نوفمبر سنة، واسكوا الناس البيوت الحكومية والمدارس، بس مو مثل هذه الأولى، أقوى قوية جدا جدا، وهدمت كثير من البيوت. حتى فهد بوسي الله يرحمه لقصيدة فيها على هدامة، كان في البحرين وسمع عنها. نعود مرة ثانية للأولويات، يعني إيه؟ ليت تحدثني عن مثلا أول يخ عدل. أنا تكلمت الأسبوع الماضي معك عن أولى مثل أول سيارة وهذا أول مكينة كهرباء، وأول تقدير المياه تحليتها. أنا أبين القراء المشاهد الكرام أن الكويت كانت عندها موجود الأشياء هذه، يعني قبل ثروة النفط كان الاعتماد كل ذاك ساعة على البحر، والبحر خير عميم، وأصل الكويت من البحر، اعتمادها على عملين رئيسيين، على القوس على لولو وعلى السفر، النقل التجاري البحري. فالأسطول الكويتي الكبير زود أو مون بلدان الخليج الكويت وسواحل فارس وبلدان الخليج العربي والعراق في الحرب الأولى 1914 والحرب الثانية 1939، يعني ما صار مجاعة بفضل الأسطول البحري التجاري الكويتي.
لجل بريطانيا وضعت يدها على البواخر لظروف الحرب، فصار الاعتماد كلي على الكويت وقام بدور تاريخي مشرف. وأقول إن أبعد مكان ووصلت إليه السفن الشراعية الكويتية في بنغالا في بنغلاديش، يعني خلف القارة الهندية. صور ذاك الوقت سنتين، يروح سنة ويجي السنة الثانية. حتى في مثل عندنا عمار بيت ولا سفر بنغالا، هذا عن البنغال. أما في البحر الأحمر فأبعد مكان بور سودان، واللي وصل له المرحوم يوسف القطامي. من ناحية أفريقيا أبعد مكان جزيرة مدغشقر، واللي وصل له المرحوم محمود العصفور. أما الأماكن الثانية شيء عادي، النيبار وسيلان. فقام بدور، فهذا فأقول يعني هذا اللي رفع اسم الكويت وازدهرت واسطة العمل البحر سفر والغوص. فأنا قلت مرة في أوليات موجودة، يعني يمكن موجودة بالكويت موجودة في بلدان ثانية، وذكرت لك. فالأشياء اللي أقول أذكرها لك مثلا، أول يخت في المنطقة كان الشيخ مبارك الصباح اسمه مشرف، اشتراه من بومبي 100,000 ربوية لك ربوية، ذاك ساعة مبلغ كبير لك ربوية، لك لفظة تركية تعني 100,000، الآن يعادل 7,500 دينار، يعني ماكو شيء مبلغ. لكن تصور اللي قاد اليخت هذا يخت بخاري على الفحم الحجري يشتغل كبير، قاد ربان كويتي نأخذه، هو المرحوم أبو عيد القطامي من الكويت إلى أقول من بومبي إلى الكويت. أيضا هذه القراريف الكويتيين اشتغلوا فيه، حطوا فيه غرف زيادة وصار ممتاز جدا. كذلك من ناحية هذا العربة، أول ما كانت عربة يجروها خيل في الخليج، يعني في بلدان الخليج العربي في الكويت، كانت للشيخ مبارك الصباح سنة 1903. وأيضا من ناحية اللنجات أول ما صارت بالكويت، أول من اقتنى لنج في الكويت هو المرحوم محمد بن عبد الله الصقر من الشخصيات البارزة، كان عنده لنج سنة 1912. البنيان الحديث، البنيان الحديث يعني من البيوت الجميلة الممتازة اللي أسمع عنها كان بيت بالرزق، بيت الشيخ محمد بن أحمد بالرزق، كان هذا في مقصر، هذه هو بنى فيها قصر وسميت مقصر نسبة إلى القصر اللي بناه الشيخ محمد بن أحمد بالرزق، فبيته فخم جدا. هدم متحف السدو الموجود الآن، شرجية بينه وبينه سكة، حتى على سقف رصاص على تخر الدور لهالدرجة، كان غني ومثري. لكن من ناحية البنيان الحديث فعلى ما سمعت أول بناء كان الكشك، شرفة على البحر جميلة فيها قرف. وعلى ما سمعت اللي بنى الكشك هذا الشيخ محمد الصباح حاكم الكويت السادس حوالي عام 1892. أما من ناحية القصور فأول قصر كان قصر السيف، كان هو الفريد بالمنطقة كلها، بناه الشيخ مبارك سنة 1904، قصرين، القصر اللي على الساحل اللي على الشارع هذا هو القديم، بعدين بنى قصر ثاني على البحر دفن، قصر كبير أضخم من هذا سنة 1907. وأرجو من الحكومة أن تحافظ على هذين القصرين وعلى البقية الباقية من البيوت الكويتية القديمة والمدارس والمساجد والأسواق، هاي تراث واحد شافه يذكر الماضي، فمو عبر البنيان الجديد، في بلدان ثانية أحسن منه. أنا حيث مريت على ساحل البحر ما أهتم الأبراج، ما أطالعها، أطالع بقايا سور الكويت، هذا هو المهم اللي بني عام 1920. الأبراج ما تهمني، ما لنا علاقة فيها كثير، يعني لا اللي يعملوها كويتيين ولا المواد، إلا يعني شال الماء والرمل أو هذا الحصى والباقي كله من الخارج. فالقديم غني لازم يحافظ عليه، حتى الجيل الجديد إذا طلع يشوف كيف أباء أجداد يشوف البيوت الصغيرة المتواضعة، يشوف مواد البناء اللي كانت مستعملة ذاك الوقت، يعني مو الكنكري وغير الأشياء الحديثة هذه، فهي تاريخ لازم يحافظ عليه. وأنا من ستينات وأنا أكتب المقالات خطابات المفتوحة أطلب من المسؤولين أن يحافظوا على البيوت القديمة. مثلا كان عندنا أول فريج كامل، فريج بن خميس، لو حافظوا عليه كان عبارة عن قرية جميلة كويتية محاط بروح شوارع، لكن هدموا، باقي الآن مسجد الخليفة إن شاء الله يحافظون عليه. أستاذ سيف، تحدثنا عن البحر، تحدثنا عن البر والحبال، تحدث الأدب، نعم،
الشعر تحدثني أنا؟ والله في عدد كان في الكويت، عدد من الأدباء والشعراء من القديم، وسواء من الشعراء بالشعر العربي الفصيح أو الشعر العامي النبض. وأشهر شاعر في الموضوع هذا يعني شاعر عربي وعامي هو عبد الله الفرج، متوفى عام 1902، أديب وشاعر وفنان وموسيقي وملحن إلى آخره، يعني فلت هذا، وملك ثروة هائلة طائلة جدا من والده، هو الوحيد لكن ذهبت ثروته. فهذا لديوان شعر بالشعر العامي، واللي جمعه قريبة المرحوم خالد محمد الفرج الأديب والكاتب والشاعر الله يرحمه، فجمع شعره العامي، وباقي بقى شعره العربي مو مجموع مع الأسف، يا ريت يجمع، بس على وين يوجد الآن؟ كان في قصائد كثيرة عند المرحوم خالد الفرج، فجمعه، جمع ديوانه العامي وسمى ديوان عبد الفرج، وطبعه في بومبي سنة 1338 هجرية، يعني سنة 1919. فالكتاب هذا ديوان عبد الله الفرج أول ديوان بالشعر العامي يطبع في الكويت. أما على حسب معلوماتي أول ديوان شعر عامي طبع في الخليج العربي، فعلى حسب معلوماتي هو ديوان الشيخ قاسم بن محمد آل ثاني حاكم قطر في ذاك الوقت، طبع الديوان في الهند سنة 1913. وعبد الله الفرج أديب وفنان وموسيقي، يعني كل شيء كامل الصفات، وأنا معجب فيه وسمع أخباره في تسجيل بالمسجلة، سجله المرحوم أحمد بشر رومي الأديب للمرحوم يوسف البكر، وآخر المطربين الكويتيين القدامى، توفي عام 1955، من تلاميذ عبد الله الفرج يعتبر. فأغانيه جميلة ونفس ألحان عبد الله الفرج، ويؤدي صوت الحية كما سمع من أخوه خالد الفرج أو الخالد البكر، صوت الحية هذا على ما سمعت من يوسف البكر الله يرحمه، ويغني يقول صوت الحية، هذا مو صوت معنى معروف صوت اللي مرواس، لا هذا بدون شيء، هاي يسمونه استماع، والاستماع هذا نوع من القناع يكون عربي أو عامي لكنه مؤثر في النفس وحزين، وخاصة إذا عازف ممتاز. فعبد الفرج طالع في كشته مع أصحابه أيام الربيع، وين رايحين؟ الشعب، الشعب بعيد، يمكن هذا سنة حوالي عام 1880 أو 85، هي قمرة وقاعدين أمام الخيمة عقب العشاء، خذي غني والقمرة طالعة ذاك ساعة البر، مو مثل الحين أرصر وقعة خالية ماكو شيء، أشجار شجيرات يعني كل شيء، أعشاب حيوانات كل شيء. أثناء ما كان يؤدي الصوت هذا ذاب روحي من القيد هيفا كالهلال، حسنها شل روحي وعاقني يماني، صوت الحية هذا استماع، أطلعت حية وقاعدين بالوسط ذا الشكل، وقاعد بالوسط ويما اللي يروس ومن يصف من يصف، أطلعت حية بالوسط، يا واحد قام يذبحها قال عشر لخلة، صور جالسين ما تحركوا، وعبد الله الفرج يدق بالعود ويعيد الاستماع وهي قاعدة بالوسط التلوة، كل ما عزف لها زيادة تلوت أكثر الحية، بعدين راحت انسحبت، نزل عود قال بروحوا دفنوها، يوم راحوا لها ميتة تحت الثمامة ميتة، ياه وكفنها قال هذا اختي بالهواء ودفنها، هاي مشهورة صوت الحية لعبد الله الفرج. عبد الله الفرج سجل، كنا سولف وقلت عن موضوع اللؤلؤة، من هو صاحب اللؤلؤة، متى، شلون عدل قصته؟ أكبر لؤلؤة في تاريخ الكويت
اللؤلؤة يسمينا عندنا دانة أو حصباء، اللي عثر عليها السيد علي مبارك الدوب سنة 1934 في مقاص أم الهيمان وراء الشحيبة، حين هذا مركز شركة أمنويل مال النفط. إنما لما عثر عليها ذاك وقت حصل عليها ذاك ساعة كساد طايحة ربية ما توجد، فيعني اللؤلؤ ما لا أقيام بالمرة، ولا كان يعني خيال تجيب مبلغ طائل. فيعني هو بالخانشية في أول غوص ما حصل شيء بالمرة أبدا، ويا أربعة أو خمسة أشخاص في رجوعهم مقافلين رايحين الكويت على الشراع، صار الله يرزق من الشاي بغير حساب. تصور يعني شلون الله سبحانه وتعالى صار سكون هواء، فاطرحوا وقام يغوصون، لقوا سبع محارات ما اهتموا في المحارات السبع، صار هواء ياو الكويت. وصل الكويت يوم الوقفة، وقفة عيد الأضحى، بكرة صار العيد، ما اهتموا في سبع محارات، حطوا عندهم البيت. الصبح افتحهم البيت ولها اللؤلؤة الفريدة، ما صار ولا لكم مثلها، لا بالحجم لا بالشكل لا بالوزن. لكن ظهرت أيام الكساد، الربية ما توجد، فاشتراها الشيخ أحمد الجابر الصباح حاكم الكويت ذاك وقت ب20,000 ربية، مبلغ كبير جدا بل خيالي سنة 1934 أيام الكساد، ويعني صعبة الحياة جدا جدا. أما على اللؤلؤ يعني بلغت يعني حصلوا ثروات، تجار لؤلؤ ملكوا ثروات، فأكبر تاج لؤلؤ ملك ثروة طائلة هو المرحوم هلال بن فجحان المطيري، متوفى عام 1938، بلغت ثروته 8 ملايين ربوية نقدا، صور ذاك الوقت في أول عشرينات، يا مبلغ خيالي والحكومات عندها. وفي تجار لكن ما بلغوا مثله في الثروة الهائلة ولا في الخليج. في تاجر قبله يعني هذا حوالي عام 1922، لكن في تاجر كويتي ملك ثروة طائلة يمكن حوالي عام 1890 أو قبل قليل، هو محمد بن عصفور، ماكو بيت دكسن، هذا بيته هو اللي باني، بعدين صار في دكسن فنسب إلى دكسن بيت دكسن. فهذا أخبرني الشيخ يوسف أنه بلغ ثروة محمد بن عصفور 400,000 ربوية، مبلغ خيال ذاك الوقت، أربع الكوك. وأول تاجر كويتي كان يسافر إلى بومبي لبيع اللؤلؤ في آخر القرن 19، لكن أكبر تاجر هلال المطيري. وأيضا اقتصادي يعني لما شاف تدهورت أسعار اللؤلؤ ترك اللؤلؤ واتجه العقارات في الهند وفي البحرين، أيضا شرى بساتين كثيرة من النخيل في البصرة. ورجل عصامي كون نفسه هلال المطيري من بحار إلى أكبر تاجر في المنطقة كلها. أستاذ سيف، الحديث معك وعن التاريخ يطول ويطول، لكن قبل أن نختم هذا المتحف الجميل تقول لي عنه شيء، شلون قدرت تحصل على الأشياء النادرة والثمينة؟ أنا من القديم قلت لك أنا مولع بالأشياء القديمة وأجمعها. وفي سنة 1966 حصلت على ميراث أكثر من 35,000 ربية دينار، مبلغ كبير ذاك الوقت 66، فصرفته على شراء التحف والآثار، أسافر إلى بومباي إلى بلد العربية إلى غيرها وأجمع التحف والآثار، فصار عندي متحف والله الحمد. في بيت القديم كان بالدعية قطعة 2، وحينما انتقلتنا في دعية قطعة 3 بنيت هالبنيان الجديد، والحمد لله إن الله حفظ بيتي ومتحفي ومكتبتي هنا متصلة فيه. العراقيين هنا مخيمهم ورا الشباك، لو كان الشباك شافوا الأسلحة والمعدات والتحف، الله سبحانه وتعالى حفظ أعمى أبصارهم، ولو ما أقدر أن أجمع الأشياء هذه ولا يمكن، بعدها ما توجد الأشياء القديمة هذه، إرمامي واللماعيات اندثرت، هاي صناعة قديمة في أوروبا الشرقية، يعني مو هاي مال كريسمس، هاي ما لها أهمية. والأسلحة القديمة هذه البندقية اللي فيها ذهب مصنوعة في إسطنبول في تركيا أيام الدولة العثمانية سنة 1906، وعليها طغراء سلطان عبد الحميد، أعطاني إياها سمو الشيخ سعد عبد الله سنة 1964 هدية لمتحفي، وكانت للشيخ مبارك الصباح والشيخ سالم مبارك الصباح والشيخ عبد الله السالم، وقدمها لي وأشكره على الهدية الثمينة هذه.
وأشياء كثيرة غيرها، وتحف وأدوات زينة وصور قديمة. العصا هذه ما شاء الله عندك، العصا هذه بندقية، العصا هذه بندقية. الحديث مثل ما قلت لك لا يمل في مجلسك، أتأمل من الله أن يمن علينا وعليك بالصحة والعافية إن شاء الله وطولة العمر إن شاء الله، ونلتقي مرة أخرى إن شاء الله لتحدثنا المزيد والمزيد عن تاريخ الكويت إن شاء الله. وسجلنا الحديث هذا للتاريخ يوم الاثنين 24 يناير 1994 للتاريخ، دائما أذكر في آخر الحديث للتاريخ. شكرا جزيلا، أهلا وسهلا، بارك الله فيك. الأحبة، وصلنا نهاية السهرة من هذا الليوان الجميل، والشندل والباستشيل والمنقور، من هذا المكان اللي تحس انك بالكويت، كويت الأصل. أحييكم ولين تلاقى إن شاء الله، فما الله.